السلام عليكم. اليوم جبت لكم طريقة كيف تعملوا مخلل الزيتون أو يعني تتبلوا الزيتون بطريقة مرة حلوة وفظيعة، لازم تجربوها معنا. أول حاجة تغسلوا الزيتون وتصفوه بالصفاية، بعد كده تحطوه في البرطمان بهذا الشكل. حطيت كل يعني الكمية اللي عندي كاملة، وانتو حسب الكمية اللي انتو يعني تبغوها وحسب البرطمان كبير أو صغير. بعد كده تضيفوا فصوص من الثوم حسب رغبتكم، برضو انا حطيت هنا 4 فصوص ثوم، طبعا قطعتها شرايح. بعد كده تاخدوا ليمونة كبيرة وتقطعوها شرايح وتضيفوها للزيتون بهذا الشكل. بعد كده ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، لانها تعطي طعم ونكهة مرة لذيذة، اللي ما يحب الزيتون حيصير يحب الزيتون. حبيت أضيف كمان زيادة من الثوم، تقطعوه بهذا الشكل وتضيفوه. تعرفوا انتو فوائد الثوم، فبهذا الشكل يصير معاكم الطعم مرة فظيع. بعد كده آخر حاجة تضيفوا زيت الزيتون. لازم لما تضيفوا زيت الزيتون تعبوا يعني تغطوا الزيتون وتغطوا شرايح الليمون وكله بالكامل بهذا الشكل. بعد كده تغطوا البرطمان وتحاولوا انكم تخضوها بهذا الشكل، شوفوا معايا تخضوها مرة مزبوط علشان تدخل المكونات في بعض. وخلاص صارت جاهزة، كل ما جلست وقت أكتر كل ما كان الطعم أحلى. تسيبوها 2-3 ساعات وتستخدموها لمدة أسبوع أسبوعين، مرة ما يخرب الزيتون. حبيت أدوق واحدة وأشوف كيف الطعم. طبعا أنا ما عملتها إلا بعد تجربة، بصراحة الطعم كان مرة لذيذ وفظيع، مرة ممتاز. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالنسبة للناس الجداد وتفعيل الجرس والتعليقات في الكومنت، وشكراً.